بس افرض انت حاولت وغلطت، بس افرض انت سافرت ولا قدر الله في احتمالية نص من الف ان حد طلع عليك وقلبك بخلة سنان، لكن دايما الفاشل هو الوحيد اللي بيقول انا ما عنديش وقت، مع ان عنده نفس الوقت اللي عند الشخص الناجح. لو انت بشري زيك زينا وحسيت ان انت خلقت لحاجة معينة، نتيجة معينة، نجاح معين انت نفسك تحققه، بس حاسس ان انت مش عارف توصل للنجاح ده ازاي، فايه رأيك لو قلتلك ان السر عشان توصل للنجاح اللي انت عايز توصل له او الحاجة اللي انت اتخلقت ليها دي، السر يكمن في محادثة مع الشيطان نفسه. طبعا ممكن يكون في حد بيتفرج على الفيديو ده في رمضان يجي يتراوش انه يقول لي اسلام طب دلوقتي احنا في رمضان والشيطان متسلسل، هقول لك مش عايز روشنه، انا هنا بتكلم على الشيطان اللي جواك انت مش الشيطان التاني. الفيديو انا هاخدك في جوله في احد الكتب، من اعظم الكتب اللي انا قريتها، كتاب اوتويتنج ذا ديفل او التغلب على الشيطان لنابليون هيل لعامل ثينك اند جرو ريتش. بس خليني اقول لك على شويه حاجات كده قبل ما نبدا في الكتاب. الكتاب ده كان كونتروفيرشال جدا، الكتاب ده كان بيفرق الناس جدا لدرجه ان الكتاب اصلا اتعمل في سنه 1938 وما اتنشرش غير في سنه 2011. من كتر ما نابليون هيل نفسه اللي عمل الكتاب كان خايف من نقد الناس والكلام اللي هيتقال عليه لما الناس تقرا الكتاب ده. فخلينا نبدا بقى في الكتاب على طول. المفهوم الاول اللي هيل بيتكلم عليه في الكتاب اسمه drifting versus non-drifting، اللي هو الانجراف او عدم الانجراف. الدريفترز او المنجرفين دول بكل بساطة زي ما باين من الاسم دي ناس بتنجرف مع الطاقة السلبية والاحداث السلبية اللي بتيجي في العالم اللي بتأثر على الحياة بتاعتهم، زي ما احنا عايشين كل يوم. انت لو انت عايش في حياتك دلوقتي هتلاقي فيه كتير اخبار سلبية، خصوصا لو انت تتفرج على اخبار ومتابع الاخبار، حاجة مثلا زي الزمالك خسر، حاجة زي ان في تضخم حصل، او ان العالم في حرب دلوقتي شغالة، او whatever ايه الاخبار السلبية اللي انت عمال بتسمعها. فالحاجات دي كلها بتأثر على تفكيرك وبتأثر على قراراتك وبتخليك مش عارف تفكر صح وبتخليك ليك على طول قلقان ومش عارف تاخد قرار كويس. عشان تحقق النجاح دايما لازم تبقى نون دريفتر، ما تنجرفش ورا الاخبار السلبيه دي، ركز دايما على الاخبار الايجابيه عشان تقدر ان انت توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. الموضوع التاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي هي اداه من اقوى الادوات اللي الشيطان بيستعملها، الاداه دي هي الخوف. وهيل بيتكلم في الكتاب على ان في 6 اشكال من الخوف الشيطان بيستعملهم عشان يقدر ان هو يسيطر عليك ويخليك ما توصلش للحاجه اللي انت عايز توصل لها. لما نيجي نشوف ايه 6 اشكال من الخوف دول، هتلاقي الخوف من الفقر، ان انت ما تبقاش فقير، هتخاف من الانتقاد، ان محدش ينتقدك، ان انت صحتك تبوظ او ان انت تعيا لا قدر الله، ان انت تفقد الحب او ان انت تفقد حد انت بتحبه، عندك شيخوخه او تكبر في السن، واخيرا الخوف من الموت. ما اعرفش ليه ما ذكرش الخوف من الكلام قدام الجمهور برضو، مع ان ده حاجه من الحاجات اللي بتخوف ناس كتير جدا حسب الاحصائيات. لازم تفكر دايما كده وشوف انت ضيعت على نفسك فرص قد ايه، كم مره انت كان نفسك تعمل حاجه وتاخد قرار معين، تستثمر في حاجة معينة، تروح مكان معين، تبقى وسط مجموعة معينة، تعمل شيفت كارير، وفي حد قالك بس انت افرض ما لقيتش وظيفة، بس افرض انت فلست، بس افرض انت مشيت في الحاجة دي وطلعت غلط، بس افرض انت حاولت وغلطت، بس افرض انت سافرت ولا قدر الله في احتمالية نص من الف ان حد طلع عليك وقلبك بخلة سنان. كل دي حاجات سلبية موجودة في دماغك، وفكر انت كم مرة سمحت للحاجات دي انها تسيطر عليك، وبالتالي كم الفرص اللي انت ضيعتها على نفسك. وعلى الصعيد الاخر فكر برضو في موقف واحد نجاح فظيع انت حققته في مره في حياتك، وفكر هل انت وقتها كنت خايف ولا لا قبل ما تعمل الموضوع ده، وفكر ازاي اتغلبت على خوفك عشان توصل للنجاح اللي انت عملته ده. وحاول دايما تفكر في الموضوع ده كل ما تبقى داخل على خوف جديد، كل ما تبقى داخل على خوف جديد افتكر النجاح اللي انت حققته قبل كده. وعلى فكره هتلاقي في نماذج كتير في التاريخ بتدعم الموضوع ده، واحده مثلا زي جي كي رولينج المؤلفه المشهوره اللي عامله هاري بوتر. جي كي رولينج ما طلعتش من السما كده عملت السلسله دي، جي كي اضطرت انها تتغلب على خوفها من الفقر، خوفها من المرض، لحد ما بقت واحده من اكثر المؤلفين براعه وشهره ونجاحا في العالم. الموضوع الثالث اسمه هيبنوتيك ريذم اند ذا لو اوف كومبنسيشن، وزي ما باين من الاسم هو شكله موضوع معقد جدا، فهحاول ابسطه لكم بقدر الامكان. طبعا لو جينا نشوف الترجمه الحرفيه ليها ايه، هنلاقي ان هيبنوتيك ريذم دي معناها الايقاع التنويمي، وذا لو اوف كومبنسيشن اللي هي قانون التعويض. من الاخر كده الفقير بيبقى افقر والغني بيبقى اغنى، ده قانون طبيعي كده بيحكم عاداتنا وتقاليدنا، ان انت دايما لما تيجي تشوف هتلاقي ان العادات السلبيه اللي عندك لما انت بتمشي فيها بتؤدي في الاخر الى دوامه تصاعديه او تنازليه بقى على حسب انت هتفكر فيها ازاي من العادات السلبيه. ونفس الكلام لما انت تبقى شغال في عادات ايجابيه ومستمر فيها، فهتلاقي ان دي دوامه تصاعديه من العادات الايجابيه. فكر دايما كده في مره انت كنت سايب الدايت فيها او بوظت الدايت، كنت ماشي في الدايت وبوظت وكلت مره تشيت ميل، فكر ساعتها كده هل انت هترجع على طول الدايت ولا هتقول ما هو باظ بقى خليني بقى اكمل، طب ما جاش بقى من التشيز برجر خليني بقى اكمل كده واضرب لي واحد مولتي
بان كيك وتروح البيت تقوم مخلص على نص صينيه كنافه. مش ده بيحصل ولا انا لوحدي اللي مذنب بس في الموضوع ده؟ انا رافع ايدي، هو انا كمان مذنب؟ نفس الكلام لما يكون انت بتعمل حاجه ايجابيه، انت بقالك فتره ماشي على الدايت، خلاص خدت المومنتم وخدت العزم، لو جه حد يعزم عليك بحته جاتوه هتقول له لا انا مكمل، مش هيبقى في اي تاني ضمير. ليه؟ لان انت خلاص خدت على الموضوع، دخلت في المايند سيت دي، دخلت في التفكير ده. نفس الكلام لو انت في النجاح، لو انت بقالك فتره بتحقق نجاحات، هيبقى صعب جدا 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 ان يجي حاجه تخليك تنام وتسيب كل النجاحات اللي انت حققتها دي. الغني بيبقى اغنى والفقير بيبقى افقر لنفس القانون ده تحديدا. فكر دايما كده، ازاي دايما تشوف اي عاده سلبيه عندك وحاول ان انت تستبدلها بعاده ايجابيه واحده واحده. شوف كده انت بتعمل ايه. كنت بتنام مثلا 12 ساعه في اليوم، وتيجي بعد كده تقول انا مش عارف اعمل بيزنس عشان انا ما عنديش وقت. طب ما تخليهم 10 ساعات نوم وخلي ساعتين شغل للبيزنس، بعد اسبوعين خليهم 9 ساعات نوم ووفر 3 ساعات شغل للبيزنس. واحده واحده، بدل ما انت ما بتروحش الجيم عشان ما عندكش وقت، نفس الكلام بطل لعبه على الموبايل، اعمل انفولو الناس اللي انت متابعها على السوشيال ميديا وانزل روح الجيم في الساعه دي. واحده واحده، ما طلعش معقد قوي زي ما انتوا كنتوا فاكرين، صح؟ الموضوع الرابع اللي هيل اتكلم عنه اسمه The Seven Principles of Definite Purpose، او السبع مبادئ الرئيسيه عشان توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. يعني احنا زي ما قلنا قبل كده في حاجات كتير ممكن تخليك ما توصلش لهدفك، زي مثلا الانجراف او اللي هو الدريفترز والنون دريفترز اللي احنا قلناهم قبل كده. فلما نيجي نشوف ايه هم السبع مبادئ بقى عشان توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها دي، اول حاجه خالص لازم يكون الهدف اللي انت عايز توصل له اصلا واضح، لان بالعقل كده هتوصل ازاي لحاجه انت عايز توصل لها وانت اصلا مش عارف ايه الحاجه اللي انت عايز توصل لها. وبالتالي انت لازم تكون راسم قدامك رؤيه واضحه وصريحه للحاجه اللي انت عايز توصل لها، وتكون حاجه ايجابيه، حاجه محفزه ليك، وحاجه انت تقدر ترسم الطريق ليها. انا عايز اوصل ل $100,000 في السنه، العميل بالنسبه لي ب $1,000، يبقى انا كده عايز 100 عميل. هدف انت عايز توصل له، والهدف ده انت موضحه بالارقام هتوصل له ازاي. تاني حاجه او تاني مبدا معانا هو ان انت تتغلب وتتحكم في ذاتك. الموضوع مش سهل، هتلاقي دايما الشخص الناجح بيتغلب على حاجات كتير جواه، عنده نزوات هو كمان زيه زيك، احنا الاتنين بشر، لكن في واحد بيتحكم في ذاته وفي واحد ذاته هي اللي بتتحكم فيه. فازاي تتحكم في افكارك، في عواطفك، في تصرفاتك؟ ازاي تدير وقتك؟ ازاي تتحكم في اولوياتك عشان توصل للهدف اللي انت قلت ان انت عايز توصل له؟ المبدا الثالث، اتعلم من الفشل. وده زي ما هيل قال كده من اقوى الاسرار اللي الانسان دايما بيقع فيها. دايما الانسان او 98% من الناس اللي بتنجرف زي ما احنا قلنا في الانجراف، هي بتنجرف بسبب الفشل. وهيل بيقول او الشيطان بقى بيقول ان الناجحين برضو بيستخدموا نفس الفشل عشان ينجحوا. يعني حتى في حوار مسلي كان هيل وهو بيتكلم بقى مع الشيطان بيقوله طب انت ليه سايب الفشل مع الناس مع ان الفشل ده هو السر للنجاح؟ قال له عادي، لان 98% من الناس كده كده مش عارفه القوه الحقيقيه للفشل، فاول ما بتفشل خلاص بتنجرف. الفشل والصعوبات جزء من النجاح، فازاي تقدر ان انت تستغل الفشل وتتعلم منه عشان تاخد خبره، والخبره دي تديك بعد كده المعرفه وتخليك تاخد القرارات الصح اللي تساعدك ان انت تنجح بعد كده. رابع حاجه، لازم تتحكم في البيئه والاشخاص اللي حواليك. دي من اهم الحاجات واللي انا بقالي فتره كتيره بتكلم عنها. وجودك دايما وسط ناس معينه، انت هتكون الافرج او المتوسط بتاع اقرب خمسه ليك. فدايما لازم تشوف مين اقرب الناس ليك، وايه هي الافكار اللي هم بيغذوك بيها، وايه هي السلوكيات اللي عندهم، لان دي هتنعكس بشكل مباشر على الاهداف اللي انت عايز توصل لها. لو انت موجود وسط ناس كلها فاشله في علاقاتها وبتقول ان الجواز ده مشروع فاشل، انت كمان هتفشل في جوازك. لو انت وسط ناس كلهم مليونيرات وانت الوحيد اللي مش بتادي بالاداء الكافي، هتلاقي دايما في نار جواك عشان تخليك تنافس وتوصل للي هم وصلوا له انت كمان زيهم. المبدا الخامس، الوقت. استغل وقتك صح، ما تضيعش وقتك في حاجات ما لهاش لازمه. انت اولى بكل دقيقه عندك. الناس الناجحه والناس الفاشله كلهم عندهم 24 ساعه، لكن دايما الفاشل هو الوحيد اللي بيقول انا ما عنديش وقت، مع ان عنده نفس الوقت اللي عند الشخص الناجح. الفكره كلها في الاولويات، انت بترتب اولوياتك ازاي وهو بيرتب اولوياته ازاي. هو مدي لنجاحه اولويه رقم واحد في حياته، اي حاجه هتؤدي لنجاحه هو مديها رقم واحد، سواء شكله ان هو يكون كويس، مدي الجيم ده اولويه اولى في حياته، مدي للبزنس بتاعه اولويه اولى في حياته. ما بيسمحش ان هو انا هنام النهارده 12 ساعه وبعد كده اجي اقول انا ما عنديش وقت. لا، كده انت ما اديتش شغلك، ما اديتش جسمك، ما اديتش علاقاتك، علاقتك بزوجتك، باسرتك، ببيتك اولويه رقم واحد، اديتها لنومك. مفيش اجابه صح ولا اجابه غلط للموضوع ده. نام 12 ساعه وانجح في ال 12 ساعه الباقيين في كل جوانب حياتك، عادي جدا. ممكن تكون انت شخص عبقري سوبرمان تعرف تعمل الكلام ده، واحد تاني يبقى محتاج يشتغل 21 ساعه عشان يقدر اللي انت بتعمله فيه 5 ساعات. كل واحد اضرب قدراته، لكن مفيش حاجه
اسمها انا ما عنديش وقت، دير وقتك صح. المبدأ الخامس اسمه هارموني او الانسجام، ولما بتكلم عن الانسجام بتكلم هنا على ان المفروض جوانب حياتك كلها تكون متكاملة وناجح فيها كلها. ما ينفعش ان انت تكون شخص ملياردير ووزنك 290 كيلو، ساعتها انت ان شاء الله قسم مش هتعيش لاخر السنة ومش هتستمتع بفلوسك دي. ما ينفعش تكون ناجح في شكلك وفي بيزنسك ومش ناجح في بيتك وبيتك مفكك. ما ينفعش تكون في كل دول ناجح وعلاقتك مع ربنا طين في الارض. لازم تكون كل الحاجات دي كلها متناسقة ومتجانسة مع بعض. المبدأ السابع والاخير عندنا في الموضوع الرابع بتاع السبع مبادئ هو الحذر. دايما كده خلي دماغك شغالة، فكر وانتقد اي قرار او تصرف انت بتقوله او بتسمعه قبل ما تخليه يأثر على حياتك ويلوث تفكيرك. في افكار كتير سلبية وافكار كتير خاطئة حوالينا، وللأسف احنا عمالين بنشرب وبنبلع افكار وخلاص، ونيجي نستغرب ليه الناس ما بتضحكش في الشارع والناس كلها ماشية مكشرة وبصلك كده ونفسها تتخانق معاك. فلتر الحاجة قبل ما تدخل دماغك. الموضوع الخامس والاخير اللي هيل اتكلم عنه في كتابه في التغلب على الشيطان كان بيتكلم عن قوة الماستر مايند او قوة العقل الرئيسي. طبعا هي ترجمتها بالعربي العقل الرئيسي، لكن هي معروفة بالماستر مايند. فكرتها كلها ان انت بتتجمع مع ناس كلها بتشاركك نفس الاحلام والطموحات والاهداف، كلكم عايزين توصلوا لهدف معين، فكلكم بتجمعوا الافكار دي كلها والدعم ده كله والمسؤولية دي كلها في جروب واحد، فتطلعوا مع بعض كلكم بماستر مايند او بعقل رئيسي واحد. كان في طبعا فيديو انا اتكلمت فيه قبل كده عن دروسي اللي انا اتعلمتها من الماستر مايند اللي انا كنت روحتها قبل كده في بالي، هسيب لك اللينك بتاعه فوق روح شوفه. كمية دروس انا اتعلمتها، اي نعم انا دافع فيها فلوس كتير جدا، لكن كنت هدفع فلوس اكتر من كده لولا الماستر مايند دي. احدى قصص النجاحات الشهيره جدا اللي نشات من الماستر مايندز كان هنري فورد، واللي قال في نجاحه ان السر في نجاحه ده كان بيكمن ان هو موجود في ماستر مايند. الماستر مايند دي كان فيها ناس جباره جدا زي توماس اديسون وهارفي فايرستون. لو انت واحد من الناس كان بيقابلك دايما مشكله ان انت مش لاقي دعم، مش لاقي اي حد بيشجعك، كل الناس اللي حواليك بتقول لك بطل هبل وبطل جنان، اعمل لك حاجه مفيده بدل الهطل اللي انت دايس فيه ده، مفيش حد بياكل عيش من الكلام اللي انت بتعمله ده، تغيير ايه اللي انت هتعمله في العالم يعني يا عم، اصحى روح كل عيش بدل ما انت راجل وقاعد شغال في البيت. لو ده التفكير كله اللي حواليك يبقى مش اللي انت ماشي فيه هو اللي غلط، بس شوف مين الناس اللي هي كمان بتعمل كده وعملت كده. هتلاقي في مجانين كتير قوي في العالم، انا كنت واحد منهم. شوف الناس دي فين، انضم للمجموعه دي، هتلاقي دعم منهم، هتلاقي تشجيع، هتبقى دي العيله الثانيه اللي موجوده وهتبقى انت فخور ان انت موجود وسطيهم، وهتلاقي دعم وحافز انا ما لقيتوش عن نفسي كتير جدا لما ابتديت في الاول، وده كان بيخليني افشل كتير جدا. انا عايز اقول لكم ان احد اكتر الحاجات دلوقتي اللي بتخليني ممكن اسافر اخر الدنيا زي ما انا عملت قبل كده كتير، هي ان انا اكون وسط ناس بنفس العقليه دي، لان وجودك وسطهم بس هيخلي جواك شعور بالراحه كده. يعني لازم تجربه علشان تحسه، مش لازم تدفع فلوس كتير في الاول. لو انت لسه مش معاك فلوس تقدر تستثمرها، لكن ممكن تشوف جروبات على الفيس. لو دخلت على الفيس ودورت بالحاجه التخصص اللي انت شغال فيه، جروبات الميديا بايرز، هتلاقي في جروب الماركتنج جوروز، الجروب بتاع عائلتنا على الفيسبوك، هتلاقي سايبه لك تحت في الديسكريبشن، خش هتلاقي فيه فوق ال 7000 عضو من الميديا بايرز والناس المسوقين الجامدين جدا، انضم لهم. الناس دي لو انت عندك اي سؤال او اي حاجه او عايز دعم هتحط بس البوست، وهتلاقي كميه تشجيع وكميه تفاعل حلوه جدا معاك. ناس زي دي هي اللي هتزقك، وناس زي دي هي اللي هتدعمك في رحلتك. ده كده كان نهايه الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن المفاهيم الاساسيه اللي انا اتعلمتها من كتاب Outwitting the Devil او خداع الشيطان او التغلب على الشيطان، اللي اتكلمنا فيه عن مفاهيم رئيسيه وجباره جدا، عن ازاي تحط هدف واضح لنفسك، ازاي تشتغل على الهدف ده، ايه اهميه ان انت تتخلى عن العادات السلبيه، ازاي تحط على نفسك او ازاي تشتغل على الاهداف اللي انت عايز تعملها وانت طالع في رحلتك، ازاي ما تنجرفش. اتكلمنا عن مفاهيم لو انت طبقتها فعلا هتساهم في فرص نجاحك بشكل انت ما تتخيلوش. عايزك تكتب لي كده تحت في الكومنتات ايه اكتر مفهوم من دول اثر فيك وفعلا شايف ان انت لو طبقته هينقل حياتك دي والبيزنس بتاعك نقله ثانيه. اكتب لي تحت كده في الكومنتات، متحمس اعرف ارائك وهقرا كلام كل واحد فيكم، لان فعلا الموضوع ده من المواضيع اللي انا بقالي فتره بقرا فيها وغيرت في حياتي بشكل كبير جدا، وعايز اعرف كل واحد فيكم استفاد ايه وهيطبق ايه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، واكتبوا لي برده حابين نتكلم عن ايه في الفتره اللي جايه، ايه اكتر المشاكل اللي بتقابلكم، ايه الحاجات اللي انتم نفسكم فعلا تتغلبوا عليها، ايه التحديات اللي بقابلكم دلوقتي سواء في حياتكم او في البيزنس. متحمس اعرف ارائكم. شكرا لكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.